السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نوجدو بانكيك. هذه الوصفة الخاصة ديالي باش كيجي ناجح 100%. إلا تبعتوا هذه المقادير وهذه الطريقة اللي غنعطيكم كيجي ناجح وما كيجيش معجن. وتالي ما عمرو دار البانكيك غادي ينجح ليه من المرة الأولى. مع لاصوص المرافقة حتى هي بسيكار ديالي. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقة والمقادير اللي غادي نحتاجو في هذا البانكيك. غادي نحتاجو هنايا في هذا البانكيك عندنا كاس كبير ديال عنبه الحليب يكون بارد، 3 المعالق حتى 4 المعالق كبار ديال الزيت النباتيه، 3 المعالق حتى 4 المعالق كبار ديال السكر سنيده، 2 بيضات كبارين، خماره واحده ديال الحلوه، عندنا نص معلقه صغيره ديال الفاني وشويه ديال الملحه. غنحتاج هنايا كاسونس ديال الطحين ديال العنبه. غنبداو اول حاجه بالسكر. ديجا درت فيه قبيصه ديال الملحه، نضيف شويه ديال الفاني، نضيف 2 بيضات يكونوا بحال ديال المطبخ ضروري كنقولها وكنعاودها، 2 بيضات كبارين. واللي بغى يدور المقادير باش يحصل على كميه كبيره ديال البانكيك ممكن ليه يدور المقادير. ممكن ليكم هنا في المرحله تستعملوا الطراب الكهربائي او العجانه، انا اكتفيت غير بالطراب اليدوي. طربنا السكر مزيان حتى ذاب ودخل فيه شويه ديال الهواء كيف كتشوفوا. من بعد ضفت ليهم الزيت بشويه بشويه، ما كنضيفوش دقه واحده باش ما يهبط ليناش الخليط. غادي نبدا نضيف الحليب حتى هو بشويه بشويه. ضروري ديروا هاد المرحله هادي باش الخليط ديالكم يجي لكم ناجح ويجي طالع البانكيك ويتنفخ. غادي تشوفوا في الطياب كيف غتنفخ معانا. انا كنضيف الحليب وكنبقى نخلط حتى كنضيف الكميه كلها اللي عندي. من بعد غادي نضيف الكاس الاول ديال الطحين. انا غتشوفوني دايره 2 كيسان على حسب الطحين ديال كل واحد، انا ما غاديش نستعمله كله، هز لي انا غير كاسونس ديال الطحين، الطحين احسن. صافي غادي نحركو مزيان حتى يمتاز لنا الخليط. ممكن ليكم تضيفوا معلقه كبيره ديال مايزينا حتى هي كتجي زوينه وكتخلي لنا الخليط يجي رائع. البانكيك كيتفخ وكيجي يعطي هشاشه، لا في الكيك لا في لي بانكيك لا في يعني مايزينا كتجي مزيانه. ضفت هنايا خميره واحده ديال الحلوه من وزن 8 غرام، ما ضفتش نص كاس كله ديال الطحين، كنضيف غير بشويه بشويه، ما تكبوش دقه واحده، يبقاو تكبو حتى تحصلوا على الخليط. قلت لكم هز ليا كاسونس. انا ضفت معلقه صغيره، معلقه كبيره اللي بقات ليا من الحليب. ما خصوش يكون جاري وما خصوش يكون ثقيل بزاف. غادي تشوفوا في الاخر كيفاش غادي يكون الخليط. انا كنخلط وكنشوف، ما خصوش يكون جاري وما خصوش يكون ثقيل. زدت هنا شويه ديال الطحين، هاد الوصفه كتجي رائعه بزاف، هي المعتمده عندي. جربت بزاف ديال الوصفات ولكن ما صدقاتش ليا وقلت اجي ندير الوصفه ديالي الخاصه، وصراحه صدقت ليا زوينه وكتنجح ليا، يعني كل مره كنديرها ما كتحشمنيش. هكا الخليط خصو يكون. كنهز ليكم باش تشوفوا كيفاش كيتحط. غادي نجيب هنا واحد الاناء يكون عنده فيم بحال هكا باش تقدروا تكبوا منه الخليط في المقله. غادي نجيبه وغادي نخليه وغادي نغطيه بالسلوفان لمده ديال 30 دقيقه او 20 دقيقه
ارتاح، ضروري ديروا هذه المرحلة باش ينجح معكم البانكيك ويجيكم محسن. هنا درنا العافية تكون متوسطة، غنسخنو المقلة شوية، غير شوية ماشي بزاف، تكون متوسطة حتى الهادئة. هي كنديرو فيها الخليط ديالنا، جبت هنايا مغرفة باش نشد العبار ديال لي بانكيك ديالنا. ممكن تكبو غير بهاديك. انا هنا باش نوريكم، انا راه ديما كنديرو ماشي مشكل. هنا غادي يبدا يدير لينا الفقاعات بحال الجناب هكا، ماشي حتى يعمر كله، غير في الجناب بحال البغريف تقريبا. غادي نجيب سباتيلا باش غادي نقلبو. شفتو كيفاش كيجي محمر وزوين؟ ما تخليوش تيطيب مزيان، وخاص لاباط تبقى عجينه من الفوق، عاد نقلبوها باش كيجينا هكا. كيف قلبتكم الوجه ديالو كيفاش كيجي بحال هكا مستوي، وتيجي كيجي ملس بحال هكا. هذا هو البانكيك الحقيقي. انا غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل كاع لي بانكيك اللي عندي. غادي تشوفوا معايا هنا كيتنفخ. هذا السر ديالو انك تخليه يرتاح 30 دقيقة حتى 20 دقيقة. غادي نبقى هكا حتى نكمل كاع الكمية اللي عندي. ودابا غادي ندوزو باش نصاوبو لاصوص اللي كتجي مرافقة معاه، انا كتعجبني بزاف، صاوبتها من راسي. هذه الوصفة ديالي انا. غادي نحتاجو هنايا 3 ديال الكيسان ديال الحليب يكون بارد، غادي نديرو في كاسرونة تكون العافية متوسطة. غادي نضيف عليهم هنايا معلقة، جوج معالق كبارين ديال الكريم باتيسيير، الاستحضار ديال الكريم باتيسيير. هنا غادي نضيف شوية ديال الفاني، غادي نحرك مزيان حتى يدوب لينا الكريم باتيسيير. والعافية تكون متوسطة بطبيعة الحال، ما تكونش مجهدة. ومع التحرك ما تحيدوش يديكم من التحرك، سينو غادي تلصق لكم واحد الطبقه من التحت، ممكن تحرق لكم لا كريم وما تجيش لكم ناجحه. كنت تحرقوها هكا في سباتيل ولا بفوي. غادي ديروا قبيصه ديال الملحه حتى هي. وعندنا هنا معلقه كبيرة ديال الكاكاو بودر، اولا ديروا جوج على حسب الرغبة، الذوق ديال كل واحد. ممكن لكم ديروا جوج شاتيه ديال الكاكاو بودر. كنحركو حتى كيدوب مزيان، ممكن نضيفوه حتى من الاول ماشي مشكل. هنا انا هنا مازال ما سخنش ليا الخليط مزيان، انتما شفتو يلا بدا كيسخن. ومني غادي يبدا يسخن غادي يبدا يعقد. غنضيف عليه 3 المعالق صغارين ديال السكر كلاصي، من الاحسن ديروا السكر كلاصي كيجي زوين معاه. هنا من بعد ما عقد ممكن لكم تضيفوها في الاول. ما تكتروش ليه بزاف السكر باش ما يجيكمش المذاق ديالو زايق، ما غيبين لكمش المذاق ديال لاصوص اللي كتجي معاه. من بعد هنا ما وجدت لي لا كريم اولا لاصوص المرافقه للبانكيك. شفتوا كيف كتجي؟ ما كتجيش عقده بزاف، ما كتجيش جاريه بزاف. غادي نضيف لها هنا قطع ديال الشوكولا، 10 قطع صغارين، تبقى هذا على حسب الذوق ديال كل واحد. غادي نخلطهم حتى يذوب لنا الشوكولاط، وغادي نقدموه مع لي بانكيك. هاد لاصوص خصنا نخويوها فوق من لي بانكيك وهي تكون سخونه، حيت غادي تجمع راسها شويه حيت فيها الكريم باتيسير. صافي كنبقاو نخلطوها حتى كيدوب لينا الخليط مزيان مزيان، يدوب لنا الشوكولاط وسط من لاصوص. هنا في الطبق ديال التقديم حطيت لي بانكيك ودرت فوق منهم لاصوص، شويه ديال الكركاع، ممكن لكم ديروا اللوز على حسب المتوفر. نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تعجبكم وتجربوها، وبالصحه والراحه في فيديو اخر جديد. سلامه.